اليوم المحاضرة الخامسة من الحفاظ على التراث المعماري. يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح تكون المحاضرة عن WHL World Heritage List. بدنا نتكلم عن Selection Criteria تبعت World Heritage List اللي بتختص بالنواحي الثقافية. حكينا امبارح إنه WHL فيها ناحيتين، ناحية ثقافية اللي هي ست معايير اللي هي بسموها ست كرايتيريا، واربع معايير ثانيه بتكون عن النواحي الطبيعيه او عن المواقع الطبيعيه. فالمجموع 10 معايير، احنا اهتمامنا بالست معايير اللي عن المعايير الثقافيه والمواضيع الثقافيه للمواقع التراثيه. نتكلم عن الكرايتيريا، بنتكلم عن سامبل سايتس، يعني عن مواقع امثله، سواء هاي الأمثلة بدها تكون عالمية أو بدها تكون في منطقتنا فلسطين والأردن بشكل رئيسي، عشان تكون أنت واضح عندك شو المواقع الجيدة اللي أنت ممكن تحكي فيها. بصراحة يعني هاي المواقع اللي اختاروها WHL بعضها أنتم ما بتعرفوها، وكويس أنه تتعرفوا عليها ويكون عندكم تصور على الأقل عن بعض المواقع الموجودة عندنا في الأردن وفلسطين اللي بيعتبروها عالمياً تراث إنساني، يعني قيمتها عالمية، قيمتها لكل البشرية. والأصل إنه اليونسكو هي اللي بتنفق عشان تحافظ على هاي المواقع. في بعض المواقع الثانية مقدمين فيها طلبات في الأردن، مقدمين فيها طلبات بفلسطين، برضو مهمة جدا، لكن بعدهم ما قرروا WHL إنه يعتمدوها كمواقع WHL أو مواقع قائمة تراث عالمي. بسم الله. المعيار الأول بدنا نحكي فيه، حكينا امبارح، المعيار الأول هو to represent a masterpiece، يعني إنه المبنى هذا يعتبر تحفة، يعتبر شيء هيك يعني masterpiece. طبعا masterpiece ترجمتها الحرفية قطعة رئيسية، قطعة مرجعية، يعني تحفة من التحف. to represent، إذا الموقع إذا كان represents a masterpiece of a human creative genius، يعني العبقرية إنسانية مبدعة، إذا كان عندنا موقع مثل هيك أو تصنف بأحد المعايير إنه masterpiece، لو تصنف بس masterpiece معيار واحد، خلاص هذا الموقع يعتبر يعني في WHL. طبعاً هون عندنا أمثلة عالمية، مثالين عالميات بتعرفوهم اثنين طبعاً. اللي على اليمين بيعرفوه، لا مين ما بيعرفه؟ اللي ما بيعرفه يرفع ايده. اللي على اليمين اللي ما بيعرفه يرفع ايده، اللي هو هذا اورجيكم اياه، احط لكم عليه دائره. مين ما بيعرف هذا الموقع؟ هذا الموقع الاحمر هذا، مين بيعرفه؟ في اثنين ما بيعرفوه. طبعاً لازم تكونوا عارفينه لأنه هذا من أمثلة العمار الحديث المشهورة جداً. هذا طبعاً موجود في أستراليا، اسمه سيدني أوبرا هاوس. المعماري اللي صممه معماري معروف اسمه يورن أودسون. ماشي؟ فكويس أنكم تكونوا عارفينه. طيب لطيف، هذا الأول. طيب والموقع الثاني؟ هذا الموقع اللي بيعرفه يرفع إيده. خيروا هذا يعتبر ماستر بيس، والاصل انه ثقافه عالميه، كل العالم لازم يعتبره انه مفيد بالنسبه له، هيك بتحكي اليونسكو. مين بيعرف؟ اللي بيعرفه يرفع ايده. للاسف يعني قليلين ما بيعرفوه، اللي بيعرفوه قصدي. هذا في بكين طبعا. وهذا طبعا اللي بسموه قصر، هذا بكين اللي بسموه المدينة المحرمة Forbidden City في بكين، اللي كانت هي القصور اللي يسكن فيها أباطرة الصين لحد تقريبا الثلاثينات من القرن العشرين، يعني لحد قبل 90 سنة هيك كانوا أباطرة الصين يسكنوا في هاي
القصور، مجموعة قصور مع بعضها البعض بتشكل ما هو أشبه بمدينة، طبعا بيسموها المدينة المحرمة على أساس أنه ممنوع يدخلها العامة، ممنوع يدخلها الناس العاديين. الثاني هو سيدني أوبرا هاوس في سيدني في أستراليا، عامله بيورن أوتسون. مهمين جدا، هاي أمثلة من الأمثلة العالمية على الماستر بيس، أنه بيشكل هذا المثال ماستر بيس. إذا أول معيار أنه WHL تعتبر المبنى تبعك ماستر بيس. طيب كويس، هذا مثلا أحد المواقع اللي بتعتبرها WHL ماستر بيس عندنا. هذا الموقع اسمه إيش؟ بكم تحفظوه هذا لأنه مهم. هذا في دمشق، اسمه قصر العظم. في كل دمشق على بعضها قصر العظم مهم طبعا، من المواقع المهمة جدا في دمشق، لكن هي كل دمشق محسوبة إنها WHL المدينة يعني. ومش بس عشان كرايتيريا واحدة، عشان أكثر من كرايتيريا. فلذلك يعني أحد أهم المباني اللي فيها هو هذا قصر العظيم. كلمة ماستر بيس لغويا يعني بتعود للاتيني إنها عبارة عن عمل رائع، عمل عظيم، أو بالفرنسي إنها عبارة عن مرجعية العمل، أو طبعا يعني هنا برضو البلورال تبعها إيش كان، إنه كلمة ماستر بيس تحفي باللغة العربية، تحفي من التحف، عمل مرجعي، بنش مارك، أنت بتعتبره للأعمال الثانية، تصير عبارة عن مثال رئيسي. يعني أنا بدي أعمل مبنى هيك، مبنى بده يكون فوق شلال، بروح بتذكر العمل اللي قدمه مثلا فرانك لويد رايت، والله في عمل عمله المعماري الفلاني، خليني أشوف شو عمل. ليش؟ لأنه هذاك العمل فيه مميزات كثير، كثير مهمة، مش هو لحاله، بجوز بختار العملين ثلاث، هدول الأكم من عمل، هدول ماستر بيسز. طيب التعريف: It is a creation that has been given much critical praise. يعني لما الناس أجوا يتعاملوا معه، الناقدين يتعاملوا معه، حمدوه جدا هذا الموقع. Especially one that is considered the greatest work of a person's career. خصوصا إذا اعتبر أفضل عمل لفنان في خلال حياته العملية. Or to a work outstanding creatively. أو عمل بيكون الإبداع فيه متميز. Skill، سواء الإبداع فيه متميز أو المهارات فيه متميز، أو profundity أو العمق بتاعه مميز، يعني الفلسفة بتاعته مميزة، or workmanship أو الحرفية بتاعته مميزة، أسلوب التنفيذ بتاعه مميز. إذا بدكم تعرفوا إنه هذا عبارة عن مرجعية ماستر بيس. أنت هون لما يجي واحد كرافتسمان يشتغل بمبنى، مبنى ويقدم عاد إيش مجموعة الحرف بتاعته، بيلجأ لمبنى مثل القصر العظيم، مليان حرف، في الخشب حرف، في الحجر حرف، في السيراميك حرف، كله مليان حرف، فيعتبر أشبه بماستر بيس. طيب جميل، في بعض التخصصات الفنية أصلاً الواحد أو المختص لا يعتبر أنه بلغ درجة الأستاذية أو أهم درجة في العمل هذا بدون ما يقدم ماستر بيس. يعني الخطاطين مثلاً، هذا أحد الخطاطين اسمه عبيدة البنكي، هذا كتب المصحف القطري. فعبيدة البنكي هنا واقف جنب الحلية اللي قدمها. الحلية عند الخطاطين تعتبر ماستر بيس، كثير قطعة مهمة جداً، بتروح لخطاطين كبار، إذا اعتمدوها معناتهم اعتمدوا إنه هذا الخطاط قدم ماستر بيس، معناته هذا الخطاط يعتبر من الدرجة أو من رتبة عالية في الخط. هيك بعض التخصصات. جميل، المواقع عاد اللي تعتبر في الأردن تعتبر بالـ WHL من منطلق إنه أحد معاييرها كان إنها ماستر بيس، هاي بعض المواقع قدامكم. الموقع اللي على اليمين ما بعرف إذا بتعرفوه أو لا، اللي بيعرفه طبعاً يرفع إيده ورجيني إنه بيعرفه. هذا الموقع على اليمين، هذا هو، هذا الموقع
مين بيعرفوا هذا؟ أنا بتوقع إنه راح تعرفوا كلكم، ما عدا رغد، لأنه رغد يعني بجوز ما بتعرف هذا الموقع. رغد ليست هنا. رغد، بين رغد مهتمة بالموضوع بشكل كبير. طيب ممتاز، ايه اعطى الموقع؟ طبعا هو البتراء، موقع هو البتراء اللي احنا بدنا نشتغل فيه. طيب الموقع الثاني اللي هون طبعا تعرفوه برضو، بعضكم بيعرفوا ايش الموقع هذا اللي بالنص. مين يحكي لي ايش هو؟ اللي بيعرفه يرفع ايده. هاي سارة بتعرفه، سارة بتعرف هذا الموقع، متأكدة؟ شلتي الان. طيب كويس. طيب هذا الموقع الثالث اللي بيعرفوا يرفع ايده برضو. مين بيعرف هذا الموقع الثالث؟ هذا اللي عليه احمر هسه. مين بيعرفه؟ ولا حدا. ياي، درستوا عمارة اسلامية؟ اللي درس عمارة اسلامية يرفع ايده اشوف. رهيب سارة ومها كمان. تسنيم، قولي ما درست عمارة اسلامية. طيب درست عمارة اسلامية ما بتعرفوا هذا الموقع؟ طيب ماشي. طيب طبعا الاول حكينا البتراء، الاخير هذا اللي حطيناه هون، هذا موقع مهم جدا في الاردن، اسمه ايش؟ قصر عمرة. هاي مها عدنان، هاي بتعرفه. طيب ماشي كويس. قصر عمرة سمعتوا فيه اكيد، مين ما سمع فيه؟ مين ما سمع بقصر عمرة او قصير عمرة؟ كلكم سمعتوا فيه. مبنى اموي هذا او موقع اموي، هذا الموقع الاموي كان فيه قصر، كان فيه حمامات، كان فيه هاي الحمامات طبعا، هذا مبنى الحمام، كان فيه بير، البير هذا هو الدائري اللي قدام الحمام، كان في حديقة أو مجموعة حدائق، كان في مش في بير، كان في بيرين، وكان في بركة كبيرة، وكان في حديقة واسعة عشان الناس يمارسوا فيها عملية الزراعة، يعني يكون هذا مكتفي ذاتيا في الصحراء، في طريق السعودية، طريق الأزرق، هو قبل الأزرق بشوي، بيبعد عن عمان حوالي 80 كيلو 90 كيلو شيء زي هيك. فهذا قصر عمرة كثير مهم، يعتبروه عالميا انه ماستر بيس. هذا احد الكرايتيريا اللي اعتمد على اساسها، اعتمد على اكثر من كرايتيريا هسه بنشوف. اللي بالنص مهم جدا، شايفين العمود هذا اللي واقف، هذا عباره عن صومعه على كنيسه صار لها موجوده هون حوالي 1500 سنه. تخيلوا في تنتين منها كمان في الموقع، موقع اسمه ام الرصاص، بعيد عن عمان حوالي 60 كيلو، يعني بعيد عن الجامعه حوالي 50 كيلو باتجاه الجنوب. فكثير موقع مهم، كثير في كنائس بيزنطيه وكنائس اسلاميه كمان. والموقع يعني كان اسمه في العصر البيزنطي كان، والاول الاسلامي كان اسمه ميفع، حاليا اسمه الشعبي ام الرصاص. الرصاص مش الرصاص، مش الرصاص يعني مش الطاخطيخ يعني، لا، الرصاص من باب الرص، الحجاره مرصوصه على بعضها البعض. فيبدو انه في المنطقة يعني لما كانوا يمروا على الخرب هاي يلاقوا حجارته مرصوصة كويس على بعضها البعض. طبعا يعني قائم بقوة وبمتانة لأكثر من 1000 سنة، فهذا له قيمة عالية. الصوامع هاي الموجودة لها قيمة عالية. ما في داعي نتكلم كثير عن البتراء، لأنه البتراء يعني بتتخيلوا انه عالميا لها قيمة كقيمة كايش؟ كماستر بيس، مرجعية. إذا يعني واحد بده يبني بالحجر مثلا، بده يحفر بالحجر، هاي مرجعية، هاي ماستر بيس. عنده كم ماستر بيس في العالم يعني عشان يرجع لهم للبناء في الحجر، للحفر في الحجر. البتراء مدائن صالح، أكم من واحدة يعني، مش هالإشي اللي كثير. فلذلك مهمات هاي المواقع، طبعا هون هاي أسماءهم مرة ثانية. وين راحت هاي؟ أيوه هيك. مفروض الأسماء تبين معنا، ما بينت الأسماء، الله أعلم، أبصر.
ما علينا، أنا حكيت لكم عنها. هنا بعض الأمثلة الثانية لكونها ماستر بيس. طبعاً يعني من بعض الأمثلة، هنا في ليست بالأمثلة. هيستوريكال دمشقس سوريا، دمشق التاريخية في سوريا. هيستوريكال إسطنبول في تركيا. ديفريجي موسك أند هوسبيتال تركي، هذا هو. هذا ديفريجي موسك، هاي جزء منه. بيمارستان ومسجد. بيمارستان يعني مستشفى ومسجد. هذا من العصر السلجوقي طبعا مثل ما انتم شايفين. نتكلم هون عن دمشق مره ثانيه، هاي صوره ثانيه من وين؟ قصر العظم. وبعدين ايش عندنا؟ سليميه موسك تركيا. هاي السليميه. سليميه وين موجوده؟ في اي بلد في تركيا؟ اللي بيعرف، اللي بيقول انها باسطنبول يرفع ايده اشوف. السليمية في اسطنبول ولا في بلد ثاني في تركيا؟ بيقول انها في اسطنبول يرفع ايده. هاي تعتبر ماستر بيس. يعني ايش؟ يعني عالميا كل العالم لازم يهتم فيها، مو احنا بس. فانتوا كمعماريين بتكون تكون عارفينها. العالم كله يعرف شو هي. وانتوا اللي المفروض تعرفوا المباني الرئيسية في العالم كلها لازم تكونوا عارفينها كمان. السليمية تسنيم بتقول انها باسطنبول. مين كمان بيقول انها باسطنبول؟ طيب مين بيقول انها في أدرنا؟ يرفع ايده. مها عدنان بتقول انها بأدرنا. أدرنا يا مها، اذا أدرنا في الشمال، في شمال تركيا، خليك رافع ايدك. اذا أدرنا في جنوب تركيا نزل ايدك. هاي تسنيم غيرت رايها، قالت في أدرنا. في شمال ولا بجنوب تركيا؟ اذا بالجنوب نسلوا ايديكم. طيب لا مزبوط، هي بالشمال، هي قريب كثير من حدود بلغاريا، قريب كثير من حدود بلغاريا، مدينة مهمة جدا، وكانت العاصمة قبل اسطنبول للدولة العثمانية. جميل. عندنا بورصة، مدينة بورصة بتركيا. هاي بورصة داخلية شوي، كانت برضو عاصمة لدولة عثمانية سابقة. بورصة كثير جميلة. طيب جميل. هيستوريك كايرو، هذا أحد المباني في القاهرة التاريخية. السلطان حسن اسمه. السلطان حسن مهم جدا، بالذات اللي درسوا عمارة إسلامية لازم يكونوا عارفينه. هذا مهم، مهم يعني هو أحد العناصر الرئيسية في القاهرة التاريخية، لكن طبعاً الموقع اللي يعتبر أنه راح تدعمه اليونسكو هو كل القاهرة التاريخية. طيب مراكش، هاي مراكش، هاي المئذنة في مراكش لونها أحمر. مراكش يعتبروها مدينة حمراء لأنه المباني اللي فيها حمراء. طيب يعني فيها يعني تميل للحمراء، يعني مش حمراء حمراء مثل ما أنتم شايفين. لكن هاي أطول مئذنة في مراكش، بنوها الموحدين. الموحدين كانوا في القرن الثاني عشر الهجري الميلادي عفوا. هاي دولة الموحدين أجت بعد دولة المرابطين. كان في مسجد في نفس الموقع بنوه مين؟ دولة المرابطين. أجت دولة الموحدين لأنها ما بتحبش أبدا دولة المرابطين، بينما هم عندهم مش مشاكل في الدنيا إلا هم اثنين يعني مشاكلهم بعض. فدولة الموحدين لما انتصرت دولة المرابطين هدمت المسجد الكبير اللي عاملين المرابطين وبنت هذا المسجد مكانه، مكانه بالضبط. يعني اسمه مسجد كتبية. فهي المئذنة، مئذنة الكتبية، من أهم المآذن اللي بتلاقيها في تاريخ العمارة الإسلامية في المغرب، أهم المآذن. مراكش بيحترموها جدا جدا لدرجة إنه يقولوا ولا مبنى يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع مئذنة الكتبية أبدا. بالحقيقة يعني إنه الطراز تبعها كثير جميل، وهذا الطراز تكرر في طراز دولة الموحدين اللي كان في الأندلس. دولة الموحدين كانت تحكم المغرب والأندلس، وانهزمت هزيمة ساحقة جدا في معركة اسمها معركة العقاب. يعني خيانات وما خيانات وهالحكي وهذا، ما علينا. الهزيمة هاي خلتها تتراجع تراجع يعني ما ما ما, ما قدرت تتعافى بعد هيك. طبعا يعني الكارثة في موضوع معركة العقاب لما صارت بين دولة الموحدين وبين
اللي هي قشتالة، دولة قشتالة وليون قشتالة، الكارثة اللي كانت موجودة إنه الموحدين كان عددهم ضعفين عدد أعدائهم، كان عندهم 60,000 وهذاك بالكاد موصلين 30,000، قضوا عليهم قضاء مبرما طبعا لأنهم طالعين على خيل وعلى أبصر إيش وكذا، كل اللي هاممهم فيها إنه حصاني أحلى حصان، إنه سيفي أحلى سيف، إنه لبسي أحلى لبس، وإنه جيشي حلو، وإن أنا مكيف على، لكن بالخطط العسكرية والدهاء السياسي والأبصر إيش تمام الأمور عندهم يعني خلص ولا حبه، بعد ذلك قضوا عليهم سهولة زي الذبان يعني. وخلينا نفهم يعني إنه هاي الدنيا إلها نواميس، إلها أساليب في التعامل، مو الواحد لأنه والله يعني عامل حاله يعني بالظاهر، طبعا مش ممكن يكون مسلم عميق يعني متمسك بدينه ما ياخذش كل الاسباب، ربنا امر تاخذ كل الاسباب وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، لكن هذول لا، هذول طالعين من المظاهر، فمش معقول واحد يطلع بالمظاهر وينتصر على واحد شغال كويس، مش ممكن. فما علينا، احنا هون طلعنا عن الفكره شوي بس عشان تعرفوا دوله الموحدين انها دوله فعلا كانت كبيره تحكم المغرب والاندلس، ضاعت منها الاندلس، يعني استلمتها دول ثانيه في المغرب، بعد هيك استلمت اجزاء منها وقطع منها راحت لدويلات صارت في الاندلس اكثر من هيك، الاندلس يعني ما شاء الله كان فيها لحالها 22 دوله. يعني بس اسبانيا كنا عاملين فيها 22 دوله، يعني وضعنا هسه احسن شوي يعني. المساحه شوي اكبر اللي عاملين فيها 22 دوله احنا الثانيين. طيب لكوربوزيه الآن خلصنا من الجزء الإسلامي، الآن الجزء الغربي، الجزء الغربي بيقول لك لوكوربوزيه، أعمال لوكوربوزيه بيعتبروها في العالم كله يعني بيعتبروها أعمال ماستر بيسز. طبعاً من أعمال لوكوربوزيه هذا المبنى اللي أنتم شايفينه قدامكم، هذا شايفينه، هذا وين هذا؟ بأي بلد؟ عمر خاني اكتب لي بأي بلد، اكتب لي على الشات أو احكي إذا بدك يعني تغرد. شو هذا المبنى بأي بلد؟ بأي بلد؟ في اي كونتري بس هيك يعني احكي لي في اي بلد ايش اسكندنافي دكتور؟ مش عارف اي دوله يعني مش في اي مدينه كمان بلاش عمر اي حدا مش عارف حاس اذربيجان مش ولا كتب لي لكن كتب الشيخ عمر شوف لا ما كتب مين كتب انا بحكي مش حاسه دول اسكندنافيه مش عارف نسيت والله حدا بيعرف يرفع ايده اي بلد لكوربوزيه باني هذا المبنى هذا شايفينه خليني احط لكم عليه برضو ها احط لكم عليه اطار لطيف مرتب هيك ايوه هذا كوربوزيه صح ولا غلط مين بيعرف باي بلد هذا القصر او هذا المبنى قصر هو معبد صح دكتور هذا مبنى المحكمة في تشانديغار تشانديغار في الهند بناها لكوربوزيه في الخمسينات جميل طيب ممتاز جدا لا لكن مش هذا لحاله طبعا لكوربوزيه بنى في عده دول فلذلك يعني ما بدناش هسه نرجع شغل لكوربوزيه بس للاعمال في الهند لا برضو اعماله كثيره جدا طبعا ما فيش داعي هسه نقعد نحكي فيها بحكي لك انا هون اعماله اللي في الارجنتين وبلجيكا وفرنسا والمانيا والهند واليابان وسويسرا كل هاي اعمال بيعتبروها ماستر بيسز طبعا في عنده فيلا سافوي معروفه موجوده وين؟ في سويسرا صح؟ في سويسرا ولا مش في سويسرا فيلا سافوي؟ ماها اكتبي لي نعم او لا فيلا سافوي لكوربوزيه سويسرا ولا مش في سويسرا؟ نعم لا ماها مش بسويسرا بسويسرا مش كاتب لي شيء طيب تسنيم شو رايك هاي ما خلص جاوبت قالت لي فرنسا مزبوط فرنسا صح طيب ريد فيلدس شرودر هاوس طبعا مكتوب بالالماني اسف انا اللغه الالمانيه انا مش فيها يعني مش ضليع لكن شرودر هاوس هذا تعمير ريد فيلد مهم
من المباني اللي بتمثل مدرسة كانت في أوائل القرن العشرين. هاي المدرسة إيش كان اسمها يا تسنيم؟ بلاش تسنيم سألناها حرام. عمر خاني. دكتور. طيب دكتور سمعني، أنا بحكي من قبل شوي بس كأنه عمر انت درست معي عمارة حديثة؟ لا اكتب لي نعم أو لا. دكتور سامع صوتي؟ أنا بحكي بس صوتي مش طالع كأنه. ريد فيلد. ما أنا عارف منزل ريد فيلد. أيوه هذا هو. أيوه خلينا نحط عليه. والله في الصوت مش واضح. اسف انا موطي الصوت كثير. ان شاء الله الصوت واضح عندكم. انا الصوت مو واضح، انا صوتي واضح عندك. الصوت مش واضح عندكم؟ صوتي واضح عندكم ولا لا؟ واضح دكتور، بس هو كان عمر عم بيحكي معك. يبدو انا كنت موطي الصوت هنا. احكي لي عمر. شيخ سامعني دكتور؟ سامعك كثير سامعك. انا بحكي من قبل شوي بجاوب بس صوتي مو واضح، بس بغض النظر كل اجوبتي غلط يعني، بس يعني. طيب لا ما درست معك دكتور. طيب انا بهمش، يبدو كثير ناس حكوا معي وانا صوتي مش، انا موطي الصوت عندي يعني زي اللي بعمل فيكم تريك، بس انا مش قصدي اعمل فيكم تريك ترى يعني انتوا عارفين. طيب الان واحد ثاني مهم بالعمارة الحديثه اللي هو ستاتيو اوف ليبرتي. مهم ليش؟ انا بعتبره ماستر بيس. بس عم تعرفوه هذا بسموه تمثال الحريه في مدخل خليج هدسون عند نيويورك. واو. فبعتبروه انه هذا الموقع موقع يستحق يكون ماستر بيس. هسه لما يصير في اي مشكله مين اللي بيصرف عليه؟ الامم المتحده بتصرف عليه. طيب بعدين ذا فورث بريدج، هذا مهم. هذا الرجال اللي يعمل الفورث بريدج ظهر بقوة في أوائل القرن التاسع عشر لحد أواسط القرن التاسع عشر. دكتور كأن الصورة لسه معلقة عند الكوربوزيه ولا بس عندي؟ لا أيوه بالنص، ما هو الصورة نفسها. من الكوربوزيه كمان شايفين هاي فيلا سافوي للكوربوزيه. طيب هسه اللي بالنص هسه خلينا أحط لكم عليها إطار اللي هي نعم هذا مبنى مهم فورت بريدج. فنشأ هذا في او من 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 معالم العمارة الصناعية اللي نشأت في بريطانيا في اوائل القرن التاسع عشر. مهم جدا أنه طرح أفكار جديدة ومهمة جداً بخصوص البناء بالحديد وكيف يتعاملوا معه. طيب يظل شخص أخير، هذا بلجيكي مهم اسمه فيكتور هورتا. هذا من أساطين العمارة اللي بيسموها آرت نوفو، اللي ظهرت في أوائل القرن العشرين أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين. فطبعا هاي المباني اللي إله اللي هي على أقصى هيك اللي هي أقصى اليمين. هذا المبنى لفيكتور هورتا في بلجيكا. هذا المبنى اللي تحت هو نفس المبنى من الداخل. هي لها بعض المعالم طبعا عمارة الارت نوفو، من اهمها يعني استخدام العناصر بلغة جديدة، محاولة ابداع زخارف وحليات جديدة في العمارة، ودمج المواد مع بعضها البعض، بالذات دخلوا الحديد على الحجر على البريك بحيث انها تكون كلها عمارة لينة، فزخارفها يعني صارت اوضح من او صار لها يعني تميز. بعد هيك يعني حتى هاي العمارة صار لها نوع من أنواع القيمة الرمزية، يعني صار يتعاملوا مع هذا النوع من العمارة في الأفلام وكذا، إنه رمزيته إنه كأنه شيء
غامض يعني في غموض، لكن لأنها مكلفة جدا ما قدرت إنها تستمر بنفس الزخم فترة طويلة، يعني مشاريعها كان تكلف بشكل كبير. تنسوش كل هذا حديد كانوا يتعاملوا معه في أوائل القرن العشرين، ما كان عندهم هاي القدرات التكنولوجية يطعجوه بهذا الشكل إلا بأنه يجيبوا حرفيين، والحرفيين هذول يكونوا شبه يعني آرتستس في الحديد، ما كان عندهم قدرة يشتغلوا بالحجر بهذه الحرفية لولا أنه برضو كان يجيبوا حرفيين ويكونوا برضو يعتبروا آرتستس إكسبيرت بهذا الشغل، فهذا كلياته مكلف جدا. لكن فيكتور هورت اعتبرت منازله الموجودة في بلجيكا اعتبرت من الماستر بيسز بعدها. جميل، هذا بالنسبة للماستر بيسز كأمثلة عندنا عالميا. لطيف، بعرفش لوين وصلنا، إنما يعني الآن القيمة الثانية اللي هي المعيار الثاني للاختيار الموجود عندنا اللي هو معيار الإيش، إنه الموقع هذا يعتبر أو يقدم تبادل مهم للثقافة أو للقيم الإنسانية، يبين إنه هو في عنده في هذا الموقع يعني كان في تبادل مهم للثقافة والقيم الإنسانية، سواء عبر مدة طويلة أو في ضمن منطقة محددة من العالم، سواء بين هذا التبادل في ضمن تطورات في العمارة أو التكنولوجي أو بالفنون اللي موجودة في الصروح أو حتى في تخطيط المدن أو من حيث اللاندسكيب. يعني بقصد آخر ورجيني إنه المبنى هذا لما أنت تقدم أو الموقع هذا لما تقدم لي ما بيمثل ثقافة محلية ضيقة، بل بالعكس بيمثل مجموعة من الثقافات تمازجت هنا. فطبعاً هذا أحد المعايير اللي حاولوا إنهم يقدموا السلط بناء عليها، إنه هون كان صار في تمازج ثقافي في السلط، وحتى الآن للأسف يعني ما أدرجت السلط في WHL. أظن المشروع ما زال شغال، بحاولوا إنهم يدرجوا السلط في WHL. لكن هذا الموقع اللي عندنا مين يحكي لي بأي بلد موجود؟ اكتبوا على الشات، اكتبوا لي إلي مش to everyone. أشوف طيب هذا يعطينا اقتراح آخر، اكتبوا to me to زيد مثلا، ما تكتبوا ل everyone. يلا مين كمان يعطيني اقتراح آخر؟ هاي تسنيم نزلت اقتراح to everyone بتقول مصر، اعطوني اقتراحات، جرأوا. يعني شو هي المسألة؟ هاي مسألة عبارة عن تحريك ذهن، بعضكم بيجوب شاف هيك شغلات يجرأوا يحكي. هاي ماها بتقول بالسعودية، ما هو كاتب لإيفريوان بعد ما يكتب لإيفريوان. طيب غيره، عمر بيحكي باليمن، نايس. طيب كويس، خلص خلينا نوقف المزاد لأنه الجواب بالضبط قدمته مها اللي هي جدة. نعم هاي بجدة القديمة، صحيح هاي جدة القديمة، المبنى اللي على إيدكم اليمين بعرفه اللي هو قصر جمجوم، مبنى إيدكم اليسار صورته أنا بنفسي، لكن والله ما بعرفش إيش المبنى هو يعني لمين هو، لكن على اليمين قصر جمجوم من القصور المهمة في جدة القديمة. طبعا يمكن في وقتها ما كانش أهم القصور لأنه في قصور كانت أضخم منه وأكبر منه ولتجار أضخم، يعني برغم أنه جمجوم ما شاء الله عائلة عريقة جدا وممتازة في جدة، لكن كان في تجار حركتهم ضخمة جدا مثل بناجة وكذا، بس قصرهم في حالته الحالية أقل من هذا المستوى. طيب جميل، إذا عندنا تعتبر جدة إنها WHL بناء على إنها بتقدم تنوع ثقافي، بتقدم تبادل ثقافي في ضمن عمارتها، في ضمن تخطيطها، في ضمن مهارات اللي فيها، في ضمن الفنون اللي فيها، في ضمن اللاندسكيب، اذا في ضمن مجموعه من الامور اللي كتبوها عن جده. لطيف انه تطلع على مخططها وعلى تفاصيلها.
الاصل انه هذا المساق بفتح عينك على هاي المواقع، يعني انت بدك تحاول تتعامل معها انه مواقع كثير مهمه ويمكن بعدين تصير تستفيد منها. تمام؟ طيب جميل. مواقع ثانيه هون. مواقع ثانيه تمثل تبادل ثقافي وتنوع ثقافي في منطقتنا. واضح هنا هاي البلد، هاي بتعرفوها كلكم صح؟ هاي البلد تمثل تنوع ثقافي وتبادل ثقافي. ايش اسمها؟ طبعا سواء في الاردن او فلسطين، يعني احنا هنا بنتعامل معهم انه موقع واحد تراثيا يعني. ياس حدا يكتب لي شيء؟ واحد كاتب لي الخليل. غيره الاردن. شو الاردن؟ يعطيني مدينه، المدينه لو سمحت، المدينه موقع مدينه. احنا بنحكي هون اردن وفلسطين، هاي اللي قدامنا اردن وفلسطين. شو اللي عندنا هون؟ ياس ياس. لا مش بالسلط، مش بالسلط ساره، مو بالسلط، السلط بعدها ما ادرجت في دبليو اتش ال. هاي المواقع مدرجه، هاي اعتبروا انه لها او يو في، يعني لها اوتستاندينج يونيفرسال فاليو. هاي المواقع اربد، كلا ليست في اربد. طيب هذول موقعين في الحقيقه. هسه ببينوا معكم، هسه لما اكبس الكبسه ما بينوا. بينوا. ايوه هاي في الخليل ماشي، وهاي في القدس. اذا في الخليل وفي القدس هذول موقعين بيعتبروهم انه من المعايير اللي انطبقت عليهم عشان يصيروا او يو في. ايش هي؟ معيار رقم 2 اللي هو exhibit an important interchange of human values. واضح؟ هذول الموقعين مهمات من هاي الناحيه، عالميا يمثلوا هذا الوضع سواء الخليل او القدس. جميل. هون شوفوا في قائمه مواقع منيحه عندنا سواء في المنطقه العربيه والاسلاميه او عالميا، قائمه مواقع بتتكلم عن الانترتشينج أو exhibit an important interchange of human values، تبادل ثقافي. أحد المواقع الواضح هذا اللي هون بالزاوية شايفينه؟ هذا اللي هون، هذا لمين؟ هذا شايفينه؟ هذا لمين؟ هذا لكوربوزيه. The architectural work of لكوربوزيه أرجنتين وبلجيكا وكذا إلى آخره، مثل ما كتبوا أول مرة. هذا لكوربوزيه، هذا من أي مبنى إله؟ المبنى تاعه اللي اسمه بناية مرسيليا، اللي هي كانت بناية سكنية في أواسط القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى. طيب من المباني اللي ذكرت أو مواقع القصبة في الجزائر، يعني اللي هي وسط المدينة التقليدية في الجزائر. منارة أوف جام أفغانستان، هاي منارة جام 56 متر في جام أفغانستان، ما لها مسجد. هاي كانت تبنى المنائر على طريق الحرير زي علامات، زي لاند ماركس، وانا ماشي على طريق الحرير بشوف من بعيد هذيك المناره اللي طولها 56 60 متر 70 متر. هناك في مدينه، خلينا نروح نبيت هناك في الليل. هي كانت قوافل، فبنروح على جام. فجام كانت من المواقع المهمه على طريق الحرير في افغانستان. بعدين عندنا اولد سيتي اوف جيروسالم اند اتس وولز، مدينه القدس واسوارها. هيستوريك جده، جدة التاريخية، حكينا عن جدة التاريخية، هي مدينة القدس وأسوارها. جدة التاريخية ما بعرف حاطيني شو هون، لا ورجناكم إياها سابقا. هيستوريكال زبيد، مدينة زبيد في اليمن. هاي زبيد في اليمن، شايفين جماليات الموجودة في هاي المباني. يعني الواحد استغرب بيقول ما درست قبل هيك. هو لازم احنا دائما نتابع من خلال مجموعة مساقات. سامراء في العراق، دمشق، هاي سامراء في العراق طبعا، اللي هي مئذنة جامع المتوكل. في مئذنة جايها بس اصغر اسمها مئذنة جامع ابو دلف، برضه بسامراء. هاي الحميدية في دمشق، برضه دمشق القديمة، تمثل رقم اثنين، معيار رقم اثنين ينطبق عليها. بعدين بورصة حكينا عنها سابقا، مراكش حكينا عنها سابقا، فاس في المغرب، ما مش حاطين شيء عن فاس المغرب، بس فاس مدينه جميله جدا في المغرب، المفروض انه تشوفوها، تمثل تبادل ثقافي
الرباط في المغرب، الرباط مدينة جميلة، المدينة القديمة فيها تمثل تبادل ثقافي برأيهم في اليونسكو. الآن عالميا بقول لك لو كوربوزيه شغله منيح، ريتفيلد شرودر هاوس نفس الفكرة، برلين مودرنزم هاوسينج ستيتس، هنا في برلين بنوا مجموعة من البنايات هاي العزاوية تماما في أوائل القرن العشرين على أسلوب المودرنزم. فالمودرنزم كان جديد، فلما طرحوهم كان لهم قيمة تاريخية، قيمة بتبادل الثقافي ما بين هذا جميل. وبعدين الباوهاوس، باوهاوس طبعا ومواقعها في فيمير وديساو وبرناو، هاي طبعا في ديساو، هاي مدرسة الباوهاوس الأصلية، لهم أثر ضخم جدا على العمارة الحديثة، ما زال أثرهم في البلانز في العمارة الحديثة قائم حتى الآن. بتشتغل جزء منيح من شغلك في التصميم بيعتمد على الأفكار اللي كانت تروحها بالباوهاوس طبعا، وفي جزء بيعتمد على مدرسة ثانية أقدم منها اسمها مدرسة البوزار، لكن هسه بنتكلم عن باوهاوس. كثير مهم جروبيوس والجماعة اللي معه مثل ميز فاندروه ومثل كذا صاروا من أساطين العمارة الحديثة. طيب هذول طبعا يعني المبنى هذا وكانوا جريئين في طرح أفكارهم جميل. الآن ماجور تاون هاوسز اوف ذا اركيتكت فيكتور هورتا، مرة ثانية فيكتور هورتا يعتبر من اللي بيمثلوا التبادل الثقافي في العمارة الحديثة. هاي زبيد، هاي إذا شايفينها هاي بينت. الآن هاي القدس، هاي دمشق، هاي منار الجام، هاي برلين مودرن ستيتس، هاي باوهاوس في دمشق، وهاي لو كوربوزيه مرسيليا، وهاي سامراء في العراق طبعا، مسجد المتوكل سامراء طبعا، مئذن يسموها مئذنة الملوية في مسجد المتوكل. القصد منها، القصد منها بسيط، يعني هي الفكرة تاعتها مو فكرة جمالية أساساً، يعني الفكرة تاعتها فكرة حركية. أنا بدي أعمل منارة مرتفعة، بدي أعمل نافذة مرتفعة، مرتفعة كثير لدرجة إنه الشخص لو بدي أحط له أدراج يطلع عليها بده وقت وبده جهد وبده تعب. هذا المؤذن يعني ما بيأذن وبينزل وإنه مخلصين الصلاة يعني، ليش؟ فالفكرة كانت إنه بنعمل إحنا رامب حوالين المئذنة وبيطلع بطريقة الزقورة هاي، فكان هذا ما يطلع عليه الناس مشي، كان يركب المؤذن على حمار إذا السامعين يعني، ويطلع على المئذنة فوق ويأذن وينزل على الحمار، فيعني أشبه بأنه حركة سريعة حول المئذنة. طبعا يعني في عندكم أفكار يعني أكيد لا المآذن مختلفة عن هيك، لكن هاي الفكرة تاعت الملويتين، سواء هاي الملوية ولا ملوية أبو دولم. طيب إحنا الآن الثالثة، يبدو إنه أحسن أجلها لبكرة، يمكن أخذنا شوي وقت زيادة، ما بعرف قديش قضينا هيك وقت. طيب خلينا ناخذ لنا مثلا هسه 5 دقائق نتكلم، نسمع الأسئلة، خلينا نوقف التسجيل، نتكلم عن